أريج، رح نبلش أولى محطاتنا لليوم. موضوع اليوم رح نحكي فيه عن التواصل. يمكن التواصل هو فن كتير من الناس بيحاولوا أنه يكون عندهم هاي المهارة ويتقنوها. البعض بيحتاج يمكن أدوات كتير لحتى ينمي هاي المهارات، والبعض الآخر بيحاول أنه يتعرف على مهارات تانية. قديه بتحسي يمكن نحن بحاجة لهذا الشيء؟ يمكن حكينا سابقا كتير عن التواصل، ولكن التواصل هو أساس يمكن العلاقات الاجتماعية بشكل عام. تماما، ومعرفة بالضبط مهارات التواصل كتير إلى أهمية. يمكن نحن نتواصل مع أشخاص نقول ليش ما عم نقدر يمكن أنه يكون في علاقة بيناتنا صحيحة، وليش ما بيكون النقاش صحيح إن كان بالعمل أو حتى بحياتنا اليومية. كتير مهم نحن نتعرف على مهارات التواصل بالضبط وأهميتها، وكيفية المحافظة يمكن على مهارات قادرة أنه نقدر نعيشها ننفذها بحياتنا وتكون إلى أهمية. أكيد أريج، رح نتعرف اليوم عن مهارات التواصل أكيد وأنواعه مع الدكتورة ضيفتنا بالاستوديو، وهي الدكتورة في علم الاجتماع الدكتورة تغريد مسلم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير لكل الشعب السوري. يا هلا فيكي يا دكتورة. كنا عم نحكي إنه التواصل إلى أهمية كتير كبيرة. اليوم خلينا نتعرف من حضرتك شو أنواع التواصل. التواصل هو مهم وهو أساس كل حياتنا، ولا يمكن لأي إنسان أنه يعيش منفردا بدون التواصل مع الآخرين. يعني إذا جبنا شخص وحطيناه بمكان منعزل وحاولنا أنه أكبر وقت ممكن أو منخليه يعيش لحاله، لا يمكن أنه إلا يعني ممكن ساعات وممكن أيام وبعدها لا يمكن أنه يتواصل. يعني الإنسان والطير وكل كائن حي لا يمكن أنه يستمر حياته بدون التواصل. والتواصل أنواع، هناك التواصل الذاتي، التواصل مع الذات، وكذلك هناك التواصل مع الآخرين. تماما. طيب بما أن حضرتك ميزتي التواصل بنوعين، خلينا نحكي شوي عن مهارات التواصل لو سمحت. التواصل إن كان مع الذات أو كان مع الآخرين هناك مهارات. ممكن نميز التواصل مع الآخرين ونعطيه الأهمية الأكبر، إنه كونه حياتنا مرتبطة بالآخرين وبتعتمد على الآخرين نكون مؤثرين ومتأثرين بالآخرين. لذلك هناك عدة مهارات للتواصل. هناك مهارة التواصل، مهارة الحديث، مهارة الإصغاء، كذلك هناك مهارة الاتصال الكتابي، بالإضافة إلى لغة الجسد. طبعا مع كل ما ممكن أنا أفصل مهارة عن الأخرى وأقول إنه هالمهارة ممكن تعمل منفصلة عن المهارة الأخرى، وإنما هي مهارات متشابكة مع بعض البعض، مكملة لبعض البعض. يعني أنا ما ممكن أقول مهارة الحديث أفصلها عن البادي لانجوج أو لغة الجسد، ولا يمكن أعمل إصغاء وأفصلها عن الحديث أو أفصلها عن لغة الجسد. لذلك هي كلها مهارات متكاملة مع بعض البعض حتى نظهر بصورة لائقة مع الآخر ونكون مؤثرين في الآخر ونكون على متقبلين ومقبولين من الآخر. دكتورة، لحتى يمكن تعرف أكثر على الكلام اللي عم تحكي، تعطينا أمثلة اليوم كيف ممكن تنشأ مهارة التواصل بشكل صحيح بالمراحل المبكرة؟ بالمراحل المبكرة يعني التواصل يبدأ من الجنين هو في بطن أمه. لا يجب أن يكون في تواصل، يعني الأب والأم بيحكوا مع الجنين وهو ببطن أمه، حتى من بداية يعني أيامه الأولى وحد ما يتكون، وحتى بعد ما بيطلع يبدأ كمان. يعني البعض يقول أنه لسه طفل ولسه يعني ما بيعرفه، لكن إحنا بنشوف إذا ابتسمتي لطفل بيبتسم مثلك، أو إذا يعني صرختي أو عبستي بوش الطفل بيبكي. فإذا هو عم يفهم يعني وبيعرف هاللغة، لغة التواصل. فإذا نحن من ولادة الطفل لا يجب أن يكون في مهارة للتواصل مع هالطفل، سواء كانت يعني من الأبوين أو من الإخوة، يعني الجو المحيط بهالطفل اللي هو الأسرة. وهون الأساس اللي بتنبنى عليه مهارة التواصل. يعني هون أنا الأساس اللي أنا بدي أعلم فيه ابني على أنه يتحاور مع الآخر ويقبل الآخر. لما بتحاور أنا معه بعلمه على الأخذ والعطاء، وعلى أني أحكي معه وأني أعلمه من خلال هالعملية كمان علمه كيف يتعامل مع الآخر وكيف يكون هو مقبول لدى الآخر. نعم. طيب دكتورة، عن يعني
أي مهارة هي بيكون في عوائق ممكن توقف بوشها. يمكن مثل ما قلتي البيت أو الأسرة هنن كتير خطوة ضرورية أنه هنن بيعلموا الطفل أو بيعلموا الإنسان كيف يتواصل مع المحيط. بنلاقي بعض الأشخاص خجولين، بنقول لأنه هو تعود هيك بالبيت أو خجول بالبيت، ما راح هذا الخجال فاستمر معه لبعدين. قدي بتشوفي يمكن هاي العوائق بتأثر على مهارات التواصل؟ أكيد في عوائق، مثل ما قلنا أنه في بيئة كمان هي مكونة، أو كل إنسان له بيئات يعيش فيها، يعني تبدأ من الأسرة للمدرسة للجامعة للعمل، يعني الأوساط اللي هو بينتمي لجماعة الأصدقاء لرفاق الحي، هالأوساط اللي بينتمي إلى الفرد، بكل وسط هو عم يعمل تواصل، وبالتالي كمان كل وسط ممكن يكون هو معيق للتواصل. يعني الأسرة هي صحيح إنها هي عم بتعلم وتربي وتكون هي عم تعلمنا التواصل، تعلمنا القيم وتنقل لنا الثقافة وتعلمنا كل شيء بالحياة، لكن كمان هي بتكون واحدة من المعيقات للاتصال. ليه؟ لأنه ممكن الأهل، يعني طبعا الأهل أكيد يعني ما بينقلوا لأبنائهم شيء سيء، لكن هني بيكونوا عم ينقلوا ما تعلموا عليه وما تعودوا عليه وما تربوا عليه بطريقة انتقالية، يعني بينقل هيك تربينا فلذلك هيك، أنه الطفل لا تعمل هيك، إذا عمل قرب هذا الشيء ممنوع نضربه أو كل هالأشياء هاي، وهي كلياتها بتكون معيقات، هي كلياتها هالمعرفة هالمعلومات اللي عم تصل للطفل تتخزن بعقله الباطن. وإمتى بتطلع؟ بعد سن 18، بعد سن يعني فينا نقول حتى بعد سن 18 بتكون اكتملت هالشخصية، يعني أخذت حصتها من الحضانة للتربية للتعليم، وبعدين بدأت تطلع المشاكل. يعني اللاقات اللي قلنا له إياها خلال سنة حياته، الأشياء اللي شافها وقلدها، الأشياء اللي هو قلد فيها رفاقه، كلياتها هالأشياء هاي اللي انتقلت لإله عم تتخزن، يمكن ما كان عم بيطلعها بشكل مباشر وإنما هي تخزنت، وبعدين بدأت تبدأ بعد سن 18 بدأت تظهر عنا المشاكل، بدأ يظهر عنا الخجل، بدأ يظهر عنا الغضب، العصبية، المزاجية، التشاؤم، نتشوف مشاكل كثيرة عم تظهر عند عنا كلياتنا. هالمشاكل اللي هي عم تطلع مننا كلياتنا اللي بنسميها معيقات بتحد من تطورنا الشخصي وبتحد من شخصيتنا ومن تأثيرنا بالآخر وقبول الآخر إلنا وقبولنا للآخر، هي كلها انتقلت إلنا ممكن من البيت أو مدرسة أو رفاق الحي أو غيرها. وطبعا كل بيئة من هالبيئات إلى آلية بكيف عم تأثر بها الطفل أو الشخص. هذا الشيء دكتورة مسبب أساسي لعدم التواصل الصحيح إن كان بعملنا أو ضمن أسرتنا. اليوم دكتورة كيف بنقدر نحن نتواصل بشكل صحيح مع محيطنا، خاصة يمكن أوقات مثل ما كنا عم نحكي أنه سلمى ممكن بينشأ شوية خلافات بين أي شخصين، بيكونوا الاثنين صح بس مهارة التواصل بيناتهم يمكن فيها ضعف. اليوم كيف نقدر نتواصل مع محيطنا بطريقة صحيحة؟ لأي تواصل مع أي حدا بده يكون في عندي تواصل لفظي وغير لفظي. يعني اتصال اللفظي اللي هو عبارة، يعني أي حديث مكون من شيء لفظي وشيء غير لفظي. اللفظي هو المقصود به الكلام المنطوق، وغير اللفظي المقصود به الصوت وحركات الجسد. تأثير الاتصال غير اللفظي يصل إلى 93% من عملية الاتصال، أما الاتصال اللفظي تأثيره يصل إلى 7%. وإذن الاتصال غير اللفظي له أهمية كتير كبيرة، وهو المؤثر، هو اللي بينقل الرسالة للآخر أكثر ممكن الآخر هو ما بيتصور أنه وصلت هالرسالة، أو ممكن يعني بيوصل للآخر فهم مختلف عن هو ما بيعتقد انه وصل للاخر. ليه؟ لانه بيكون في عندي هي الفهم المغلوط، بيصير فهم مغلوط لانه بيكون عند الشخص نفسه ما نو فهمان بالضبط او ما نو متمكن تماما من الصوره اللي بده يوصلها للاخر، وممكن عبر عنها بطريقه خاطئه من خلال الصوت، من خلال حركات الجسد. يعني ممكن تقولي للشخص انا بحبك وانت عابسه، فرح يصل الشيء الاخر، ما حيصل المحبه، رح يصل الشيء الاخر اللي هو سلبي من خلال النظرة، أو مثلا من نبرة الصوت. يعني بده يكون في عنا بدنا ناخذ أهمية أننا نهتم بالصوت، وبدنا نهتم بحركات، الحركات كتير إلى تأثير، يعني حركات تأثيرها 55% من عملية الاتصال، فإذا بيهتم كتير أنا بحركاتي، لأنه الحركات دائما تنقل ما داخل الشخص بشكل حقيقي، الحركات لا تكذب أبدا. وطبعا الجسد
بكامله بكل أجزائه هو مؤثر. أكثر جزء بالجسد اللي له التأثير الأكبر هو النصف الأعلى أو القسم الأعلى اللي هو الرأس، ولذلك بيكون فيه اهتمام كتير كبير بالوجه والعيون والابتسامة، ودائما الابتسامة هي أول مفتاح للتواصل مع الآخر، فدائما نكون نحن مبتسمين ونبدأ حياتنا بشكل مبتسم، نعلم أبنائنا نعلم طلابنا الابتسامة هي ضرورية لتعطي قبول عند الآخر وهي جواز سفر للدخول للآخر. بعد الابتسامة أنا بدي اهتم بمستوى الصوت، بدي اهتم بالحركات، يعني أنا بدي أحكي مع شخص أنا بدي يكون عم بتطلع بهالشخص وعم بعطي إيماءات الاهتمام، ما حضرتك عم تطلع تعطي إيماءات الاهتمام بهز الرأس، وهذا بيعني أنه أنا مهتم بهالكلام، فبيوصل للآخر أنا مهتم فيك، مهتم بالكلام اللي عم تقوله. هذا ما بيكفي، كمان بدي أخذ الكلمات، صحيح أنا قلت هي 7%، لكن الكلمة إذا لم تكن في محلها وتحمل معناها تفقد عملية الاتصال كل تأثيرها. فلذلك يجب اختيار الكلمات بشكل دقيق وبشكل مؤثر وبشكل أنه يكون إيجابي لدى الآخر. نعم. طيب دكتورة، نحن بهذا الوقت اللي نحن موجودين فيه نشأ عنا أدوات للتواصل مختلفة عن الأدوات اللي نحن متعودين عليها، سواء اللفظ أو حتى وجودك قدام شخص وتعبيرك بلغة الجسد، صار عنا مواقع تواصل اجتماعي. صحيح. هي المواقع إلى عالم تاني وطريقة تانية، أنا خلف هاي الشاشة بقدر أتخبى، خبي مشاعري، خبي صوتي، خبي كتير أشياء. قدي بتشوفي هي المواقع أثرت على التواصل الحقيقي أو الإنساني إذا فينا نقول بهاي الأيام؟ هي أثرت على التواصل الاجتماعي بين الأفراد وبين الأسرة بين بعضها البعض، لكن كمان إلها يعني إلها إيجابيات. تكنولوجيا دائما أدواتها بتختلف شوي. يعني إلها إيجابيات وإلها سلبيات، لكن بيختلف أنا كيف بوظفها. إذا أنا استخدمتها للمنفعة فهي رح تعود علي بمنفعة كبيرة، أما إذا أنا بدي استخدمها لأغراض سلبية ولأغراض التسلية فأنا ما عم بكون عم بحصد على المنفعة من هذه التكنولوجيا أو من وسائل الاتصال. يعني المعروف بمجتمعنا السوري والعربي إنه وسائل التواصل هي فقط للتسلية ومضيعة الوقت والدردشة، وإني أنا يعني أظهر قدام الآخر زيف من مظهري وأطلع بصورة غير وغيرها. لكن نشوف الدول المتقدمة مو هيك استخدامات وسائل التواصل، بيكون في لها أغراض كتيرة بيستخدموها بالتجارة، بالتسويق، بالوصول للآخر، بمعرفة آرائهم احتياجاتهم، وبيكون توظيفها بشكل فعال أكثر بكتير. نحن بالعموم نستخدمها لمضيعة الوقت، والوقت هو يعني أساس النجاح. إذا أنا قمت بتنظيم وقتي والاستفادة من كل جزء في هذا الوقت بيؤدي معي إلى النجاح، وما بالك إذا أنا جيت هالوقت ودمرته بوسائل التواصل والدردشة والتسلية. والمعروف إنه وسائل التواصل طريقة الاتصال فيها أو إن كان الكلام ولا إن كان أي شيء نحن كانت الأدوات الأخرى عم نستخدمها بنشوف إنه هي مختلفة عن الاتصال المباشر، لكن هذا ما بيعني إنه هي حلت حالياً إنه الاتصال المباشر وجهاً لوجه إنه هو هذا الاتصال قلت أهميته، لا بالعكس يبقى ودائماً الاتصال المباشر هو المؤثر الأقوى. صحيح دخلت هلأ هالتكنولوجيا وهالوسائل، لكن دخلت هالتكنولوجيا وهالوسائل هي أدوات كمان أخرى أو وسائل أخرى للاتصال، لكن أبداً ما بتحل محل الاتصال المباشر. دكتورة، أكيد بعيداً عن وسائل التواصل الاجتماعي اليوم كيف بنقدر نكون مؤثرين إيجابيين بمحيطنا عن طريق تواصلنا مع البيئة اللي عايشين فيها؟ لكون أنا مؤثر إيجابي بالآخر، يعني إنقل التأثير الإيجابي، بدي يكون أول شيء أنا إيجابي، يكون في عندي تواصل جيد مع ذاتي وعندي قبول لذاتي وعندي إيمان واعتقاد بذاتي، لأنه الاعتقاد يؤدي للثقة. يكون في عندي اعتقاد بذاتي، قبول لذاتي ومحبة لذاتي، وبالتالي يكون أنا إيجابي. هالإيجابية بنقلها للآخر من خلال تواصلي سواء كان اللفظي أو غير اللفظي. لكن إذا أنا كنت ماني إيجابي وأنا بحالة غضب وتعبان ومعصب وميت ضغط عندي، فكيف أنا بدي أكون إيجابي مع الآخر؟ أكيد لازم أنا بالبداية أبدأ من نفسي وأعمل تواصل مع ذاتي وغير كل حالتي. طبعا أنا لما بيكون في مؤشرات بتدق ناقوس الخطر إنه أنت هون في مشكلة، في أمام خطر، وبالتالي لما بيكون في عندي أصبحت انتقادات عم تتكرر من عدة أوساط أنا بنتمي لها سواء كان من الأسرة أو الرفاق أو الجامعة أو العمل أو كل الأوساط اللي بنتمي لها، لما بتجيني هالانتقادات وبشوف هالنفور وعدم القبول من الآخر، إذا هون في صار خطر.
بدي أبدأ وإجي شوف أنا وين المشكلة، والمشكلة رح أبدأ من نفسي ما حأبدأ من الآخرين، لأنه أكيد إذا بدأت من الآخرين رح ضل ضايع ماني عارفان أنا وين رايح. فببدأ من نفسي، بصلح من ذاتي، بكون أنا إيجابي، بكون يعني بطور من ذاتي بحيث أنه خليها تمتلك القواعد للتأثير وخليها تمتلك المهارات للتواصل مع الآخر، وبالتالي وتتقن كل هالأشياء هاي، وبعدين بنطلق أنا للآخر وبكون مؤثر. أكيد ساعتها رح كون أنا مؤثر بالآخر ومقبول لدى الآخر. أكيد. يعني دكتورة تغريد، اليوم عطتينا مبادئ أساسية يمكن للتواصل الإنساني والاجتماعي، بنتمنى من كل المشاهدين يكونوا استفادوا من هاي المعلومات. شكرا لوجودك معنا دكتورة تغريد مسلم، دكتورة بعلم الاجتماع ومدرسة مهارات تواصل. شكرا كثير.